سعدت اليوم بوجودي مع الطلبة الجدد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة فاس بمناسبة انطلاق السنة الجامعية بهذه المدرسة العتيدة اللي تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. شعارنا هذه السنة شعار الجامعة هو الطالب أولا، ليتيديون دابور، ستودنت فيرست، وشعار يدل على أن الطالب هو في قلب الاهتمامات الجامعة وقلب يعني مشاريع الجامعة اللي كلها ماشية باش نعزوا يعني التكوين الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. بالطبع اليوم رحبنا بالطلبة الجدد وغادي نقوموا بهذا العمل في اليوم الأربعاء المقبل باش نرحبوا جميع الطلبة الجدد ديال جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكذلك بالطبع نرحبوا بالطلبة كذلك القدامى لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ونتمنى أن تكون هذه السنة سنة ممتازة لجميع الطلبة ولجميع الأساتذة ولجميع موظفي الجامعة، وكذلك تكون ممتازة كذلك العائلات الطلبة، ونطلب منهم بالطبع يكونوا مجتهدين في العمل ديالهم ومواظبين في يعني الدروس ديالهم، وسنة سعيدة وسنة ممتازة لجميع الطلبة، ومرحبا بكم في الجامعة. هذا بتضافر الجميع، بالطبع تضافر جميع رؤساء المؤسسات الاثنى عشر للجامعة، بتضافر يعني السادة السادة والسيدات الأساتذة والموظفين، وكذلك هناك عمل كبير كنقوموا به بالطبع اللي يعني كنقوم بهذا العمل يعني في ابتداء من شهر مايو يعني باش نحضروا السنه الجامعيه هذه اللي كنبداوها، وبالطبع يعني هذه الاحتفالات اللي بحال هذا الاحتفال اليوم مع يعني طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير هو عمل كي باش نحفزوهم على العمل، نحفزوهم باش يكونوا جادين، وكذلك نعطيهم عده يعني ديزانفورماسيون على المدارس ديالهم، على الكليات ديالهم، على التكوينات اللي غادي ينخرطوا فيهم في بدايه هذا السنه الجامعيه.